بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحقيبة التدريبية لمسابقة موهوب 2023 المرحلة الثانية. لننتقل للشريحة التالية. لدي الآن العمليات على الكميات القياسية والمتجهة. الآن لدي أنواع الكميات، إما أن تكون قياسية وإما أن تكون كمية متجهة. ماذا يعني ذلك؟ مثلا الآن لو أنا قلت أن تحرك هذا الجسم مسافة مقدارها 6 متر، إذن أنا حددت حركة هذا الجسم بالمقدار بعدد فقط. إذن القياسية هي كميات فيزيائية تتمثل بالمقدار فقط، بمعنى أني أنا أقول ذكرت عدد. مثل ماذا؟ مثل المسافة. المسافة أن الآن هذا العداء تحرك وقطع مسافة مقدارها 6 متر وسكت. الكميات المتجهة كميات فيزيائية تتمثل بماذا؟ مثال على ذلك، لو قلت أنا أن هذا العداء تحرك من نقطة الانطلاق إلى الشرق في اتجاه الشرق، إزاحة مقدارها كم؟ 6 متر. إذا أنا حددت ماذا؟ حددت مقدار وحددت اتجاه. إذا الكميات المتجهة تتمثل بالمقدار والاتجاه. مثل ماذا؟ مثل الإزاحة. إذا هذه أنواع الكميات الفيزيائية، إما تكون قياسية وإما تكون متجهة. على سبيل المثال، الآن لما يكون لدي 6 كيلو جرام زائد 3 كيلو جرام يساوي 9 كيلو جرام، أو مثلا 2 في 3 عبارة عن 6 سكند. هذه الآن على سبيل المثال هذه عبارة عن كميات قياسية، لكن لما إحنا نتعامل مع المتجهات إذن يتطلب مجموعة مختلفة من العمليات، لأنها تتضمن المقدار وتتضمن ماذا؟ الاتجاه. لننظر لهذا المثال. هذا المثال لدي زرافتين، هذه الزرافتين تتجه، هذه الزرافتين باتجاه الشرق. إذن أنا حددت ماذا؟ اتجاه الشرق بمقدار مقدار هذه الإزاحة 3 كيلومتر. والزرافة الثانية اتجهت باتجاه الشمال، إزاحة مقدارها 4 كيلومتر. إذن أنا اللي يقول لك احسب إزاحتها النهائية. الإزاحة النهائية هي ماذا؟ هي البعد بين المتجهين، هي البعد بين المتجهين. ما معنى ذلك؟ معناه من نقطة الانطلاق إلى نقطة التوقف. إذا من نقطة الانطلاق إلى نقطة التوقف، هذه عبارة عن إزاحة الإزاحة من نقطة الانطلاق إلى نقطة التوقف. كما تشاهد أمامك لدي الآن مثلث، هذا المثلث قائم الزاوية. إذا بتطبيق نظرية فيثاغورس، بتطبيق نظرية فيثاغورس لإيجاد مقدار المتجه المحصل، فإن R تربيع تساوي حاصل جمع مربعي طول أضلاعهما. إذن R تربيع كم مقدار طول المتجه الأول؟ 3 تربيع. مقدار المتجه الثاني كم مقداره؟ 4 تربيع. إذن R تربيع 3 في 3، إذن 9، زائد مربع الأربعة، 4 في 4 16. إذن R تربيع يساوي كم؟ 25. أنا أريد التخلص من قيمة التربيع، إذن أخذ الجذر التربيعي لكل الطرفين فأحصل على أن R عبارة عن 5 والوحدة كيلومتر. إذن مقدار الإزاحة
النهائية 5 كيلو متر. لننتقل للشريحة التالية، جمع المتجهات. لنفترض أن لدي جسم قطعة إزاحة مقدارها A ثم أتبعها بإزاحة مقدارها B، ستكون النتيجة كما لو أنه تحرك من نقطة البداية إلى نقطة النهاية بشكل ماذا؟ بشكل خط مستقيم، والتي تمثل من نقطة البداية إلى نقطة النهاية يمثل المتجه C، وهو عبارة عن الإزاحة النهائية، ويطلق على هذا المتجه C بماذا؟ C بالمتجه المحصل أو الجمع الاتجاهي، أو ماذا؟ بحاصل الجمع الاتجاهي. ويمكن كتابة هذه النتيجة كما في الشكل أن C وضعت فوقه برمز السهم دلالة على أن هذا C كمية متجهة تتحدد بالاتجاه والمقدار يساوي حاصل جمع المتجهين A و B، مع ملاحظة أن هذا الجمع ما به؟ هذا الجمع ليس جمعا جبريا، أي لا نجمع قيم المتجهات B و A معا جمعا مباشرة. على سبيل المثال لو كان هذا الآن A 5 وهذا كان 6، يقولك أن جمع المتجهات لا يعتبر جمعا جبريا، أي لا يساوي 11، إنما سنتعرف على طرق متنوعة في إيجاد هذه المحصلة. لننتقل للشريحة التالية، لاحظ هنا جمع المتجهات في بعدين. عندي جمع المتجهات في بعدين، إما أني أوجد هذه المحصلة عن طريق الذيل للرأس، أو عن طريق متوازي الأضلاع، أو عن طريق متعدد الأضلاع. المحصلة هي عبارة عن ماذا؟ هي ذلك المتجه، هي عبارة عن ذلك المتجه الذي يحل محل متجهين أو أكثر ويعمل عملهما معا. لكن هنا الآن كيف يجب إيجاد هذه المحصلة؟ عن طريق ذيل للرأس، بمعنى أن لدي هذا المتجه A وهذا المتجه B. أنا نقطة البداية عند المتجه، عند ذيل المتجه A، ونقطة النهاية، نقطة النهاية عند رأس المتجه B. إذن بناء على ذلك فإن المتجه المحصل عبارة عن متجه ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني، ويرمز له بالرمز C. إذن أنا عندي المتجه المحصل C هو عبارة عن ماذا؟ هو متجه من أول ذيل إلى آخر رأس. لننظر متوازي الأضلاع كيف يتم رسم المتجهات. أنا لدي هذا المتجه A وهنا الآن المتجه B يتشاركون في نفس الذيل. لنكمل متوازي الأضلاع أكملناه، تكون هذه المحصلة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن قطر متوازي الأضلاع. المحصلة لهذا الشكل هي عبارة عن قطر متوازي الأضلاع، وكما تلاحظ عزيزي وعزيزتي لها وله نفس الذيل، له نفس الذيل. طيب طريقة متعدد الأضلاع، بمعنى لو كان لدي المتجهين الآن
لدي هذا المتجه A وأكمل إزاحته بالمتجه B وأكمل إزاحته بالمتجه C، فإن نقطة البداية هنا الآن عندي نقطة البداية إلى نقطة النهاية يمثل لي ماذا؟ يمثل لي المتجه المحصل أو متجه الإزاحة. إذن أنا عندي بطريقة متعدد الأضلاع أن الإزاحة عبارة عن ماذا؟ اللي هو متجه المحصل، عبارة عن متجه من أول ذيل إلى آخر رأس، هذه عبارة من أول ذيل للمتجه إلى آخر رأس، تمام؟ لننتقل للشريحة التالية. هذه الشريحة يقول لك أوجد محصلة المتجهات في هذا الرسم، هذا الرسم الأخير، ابدأ من المتجه B ثم A ثم C. عند هنا الآن لكي أنا أرسم المحصلة لابد أني أراعي هذه النقاط عند نقل المتجهات، لابد أني أحافظ على ماذا؟ على مقدار هذا مقدار هذا المتجه والاتجاه. بمعنى هو الآن قال لي أني أبدأ في المتجه B، إذن هنا الآن أجيب المسطرة وأقيس من نقطة بداية هذا المتجه إلى نهايته بالمسطرة مع المحافظة على اتجاهه. إذن هنا الآن أعمل عملية نقل مع المحافظة على مقداره واتجاهه، تمام؟ إذن هذا الآن لدي ماذا؟ لدي المتجه B. قال لي هنا ثم ارسم المتجه A، أخذ لون مخالف المتجه A بالمسطرة مع أنق أعمل عليه عملية نقل مع المحافظة على مقداره واتجاهه، ولابد أن يكون ماذا؟ أن نحافظ على اتجاهه ومقداره، بمعنى أن يكون بهذا الشكل، تمام؟ هذا اتجاه المتجه A. ثم المتجه C، إذن أخذ لون مخالف، أين يكون المتجه C؟ المتجه C وأضع بالمسطرة أن أحافظ على نفس المقدار مع الاتجاه وأعمل عملية تحريك من نهاية رأس المتجه بهذا الشكل. إذن هذا عبارة عن المتجه C. إذن المحصلة عبارة عن ماذا؟ من نقطة، هنا الآن عندي نقطة البداية إلى نقطة النهاية. إذن عبارة عن ماذا؟ أضع بالمسطرة بهذا الشكل، يكون عبارة عن متجه المحصلة، هذه عبارة عن ماذا؟ R، وهي متجه المحصلة. لنتأكد الآن، متجه المحصلة. طيب الآن حققنا من المطلوب الأول، لننتقل نجرب الآن المتجه من C و A ومن ثم B. المتجه C نأخذ لون مخالف، إذن أين المتجه C؟ من هنا الآن نقطة البداية إلى المتجه C، إذن هذا بالمسطرة طبعا، من نقطة البداية أعطانا المتجه C مع المحافظة على مقداره واتجاهه، هذه عبارة عن C، المتجه C مع المحافظة على مقداره واتجاهه. ثم النقطة A مع المحافظة على مقداره واتجاهه، إذن هذا عبارة عن المتجه
A هذا عبارة عن المتجه A. ثم المتجه B، أين المتجه B؟ لابد أني أعمل عملية تحريك ونقل المتجهات مع المحافظة على مقداره واتجاهه، طبعا يكون رسمنا بماذا؟ بالمسطرة، وأضع ذيله على نهاية رأس المتجه الأخير، فأحصل على ماذا؟ أحصل على المتجه ب مع المحافظة على المقدار والاتجاه. طيب كيف أرسم المحصلة؟ أرسم المحصلة من نقطة البداية لهنا، من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، تمام؟ أرسمه طبعا بالمسطرة. لو تلاحظ وتلاحظين أن R له نفس القيمة، لنتأكد معا، أخذ لون مخالف، هذه الآن بالمثل من هذه النقطة إلى هذه النقطة، عفوا بالمسطرة، إذن لو لاحظت الآن أن المتجه بهذا الاتجاه، المتجه المحصل له نفس الاتجاه، له نفس الاتجاه في جميع الحالات الثلاثة مع المحافظة على المقدار في جميع الحالات الثلاثة. إذن هل يختلف هذا المحصلة في هذه الحالات؟ يقول لك لا تختلف، لا تختلف المحصلة، إذ أن المحصلة نفسها في جميع كل الحالات. أي حالات؟ في الحالة ألف والحالة اللي هنا والحالة اللي هنا، بمعنى أن جمع المتجهات ما به إبدالي. كيف يا عزيزتي إبدالي؟ إبدالي بمعنى أن المتجه A زائد المتجه B زائد المتجه C يساوي المتجه B زائد C زائد A، وهذا المتجه يساوي C زائد A زائد ب، بناء على أن المحصلة نفسها لا تختلف. لننتقل للشريحة التالية، طرح المتجهات. في حالة طرح متجهين مع بعضهما البعض A ناقص B، يمكن وضع ذيل المتجه سالب B مع رأس المتجه A. ما معنى ذلك؟ نفترض الآن أن لدي هذا المتجه A مع المحافظة على اتجاهه ومقداره، هذا عبارة عن A ناقص B نفس مقدار المتجه ولكن في الاتجاه المخالف، نفس مقدار المتجه ولكن في ماذا؟ في الاتجاه المخالف. هذا عبارة عن ناقص المتجه B، تمام؟ أما في الحالة الثانية، لو كان لدي طرح المتجهين A، لاحظ الآن معي طرح المتجهين A ناقص B، يمكن وضع ذيل المتجه ناقص B، هذا عبارة عن ذيل المتجه ناقص B مع رأس المتجه A، أو وضع رأسي المتجهين
A و B مع بعضهما البعض، كيف ذلك؟ لنرسمهم الآن معا. أنا عندي هذا عبارة عن المتجه A، هذا رأس المتجه A، وعندي هنا المتجه B، طبعا وضعته بإشارة مخالفة، وضعته في اتجاه لأنه اتجاه مخالف مع المحافظة على مقداره واتجاهه. إذن قيمة هذه المحصلة بهذا الشكل، هذا عبارة عن A ناقص B وهذا عبارة عن المتجه B. يقولي في حالة طرح متجهين مع بعضهما البعض يمكن وضع ذيل المتجه، هذا ذيل المتجه سالب B مع رأس المتجه A، أو وضع رأسي المتجهين A و B مع بعضهما البعض كما في هذا الشكل.